السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تيزي وزو لنقف على الأشغال تاع طريق السيار الرابط بين مدينة تيزي وزو وطريق السيار الشغال على مستوى بلدية الجباحية. إذن ونشوف أنه الأشغال راهي متواصلة وبوتيرة جيدة من طرف الشركة التركية شركة أوزغون اللي عادت يعني مؤخرا إلى الأشغال، والعراقيل يعني كل العراقيل اللي كانت مطروحة في الماضي تم رفعها وما بقاش يعني نقاط كثيرة لإتمام الأشغال. إذن في هذا الإطار نترككم تتابعون هذا الفيديو الذي انتجته الإذاعة الوطنية، والسلام عليكم. أكبر جسر على الإطلاق يجري إنجازه على الطريق السيار الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالإضافة إلى نفق مزدوج بالمنطقة الحدودية. هذه المنشآت الفنية غاية في التعقيد بسبب تضاريس المنطقة، ثمرة شراكة بين الشركة الوطنية للأشغال العمومية ومجمع أوزغون التركي. يعتبر من أكبر اللي فيادوك في الأسير اللوتورود، على طول لابورتي تاعو حوالي 1770 متر. كاين خمس منشآت فنية كبيرة على طول 3100 متر طولي، أي 3 كيلومتر. أوفراج دار سور لا لونغور دو لا روت كي 12 كيلومتر. سي لو دوزيام تونيل أبري لو تونيل دو أيتي حيا موسى. عطتنا غير لا بارتي فوت تو سكي لا بارتي رادي بونكيت، هادو ما قاعد تكملناهم. مجمع أوزغون سيسلم هذا النفق في الاجال المحدده. الاتراك والجزائريين يقومون باعمال مشتركه وكل ظروف النجاح متوفره. المشروع عرف تأخرا كبيرا، إلا أن أهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياحية تجعل منه استثمارا ذا قيمة كبيرة. كي يتحل المشروع ان شاء الله يدير 25-35 مينوت لتيزي وزو لتيكزيرت الازفون للمناطق الصحيه، ويفك يفك الاختناق المروري سورتو على لان 25، ويعوض يعني لما تروح على تيحيى موسى على ذراع الميزان تجي ديريكتومون في لوطوروت 30-35 مينوت راه في لوطوروت اسواس ونيفو دو جباحيه. ماشي غير يفك العزله ولا يفك الاختناقات، راح يالي جيمام لو ريزو، شبكه طرقيه تاع الولايه هنايا كامل. هذا ومن المنتظر ان يسلم المشروع في الاجل المحدده، شرط ان تحل المشاكل الاداريه التي تعيقه.